نجم هذا سؤال لك في السالفة. صدام حسين واقف على المشنقة، أكو أكثر من هاي لحظة الصدق؟ أكو؟ لا. إنسان واقف على المشنقة يعني، يعني شو اللي يؤدي الدور مالته الأخير؟ صدام حسين واقف على المشنقة وراح يعدموه يقول عاشت فلسطين، عاشت الأمة العربية، عاش العراق. معناه العراق يأتي بالمرحلة الثالثة في اهتمامات صدام حسين، في أولويات صدام حسين. نفس الشيء اليوم هم هناك واحد هنا قاعد يقول لك عاش الإسلام يعني وعاش سيد فلان، يلا يقول عاش العراق. فقصدي الغاية وين؟ أنا هذا أضرب لك يا مثال. لا صدام كان وطني بما فيه الكفاية، ولكن كان يتصور نفسه وطني، ولا الآخرين وطني بما فيه يعني الكفاية. يعني أكو استنساخ لتجربة صدام بالمرحلة الحالية، قد تكون أسوأ لهذه التجربة. مو استنساخ ومو تجربة، هو نفس الخطأ، نفس الخطأ اللي وقع به القومي الشوفيني وخلى يمزق دولة رائعة مثل العراق وينهكها، وهي كانت من أجمل دول الشرق الأوسط. نفس الخطأ وقع به أبو الإسلام السياسي، إنه العراق ليس أولوية بالنسبة إليه. طيب لماذا قفز الإسلاميون إلى سدة السلطة؟ هذا ليس في العراق، هذا في سوريا، في ليبيا، في تونس، في مصر والله تلاحق لها، بالعراق، باليمن. من يدير هذا السيناريو؟ هم وصلوا أم قدر لهم أن يصلوا؟ لا هم وصلوا، والسبب الآتي، أنه بالستينيات والخمسينيات كانت الحركات الحقيقية هي حركات التحرر من الاستعمار، وكانت هذه الحركات مقسومة ما بين القومية وما بين الاشتراكية الشيوعية، يعني كانوا هذول الكفتين الأساسية. وكل الأنظمة اللي حكمت، مثل ما حكم عندنا عبد الكريم قاسم، مثل ما حكم جمال عبد الناصر في مصر، كلهم جاءوا من هاي الخلفيات، يا أما خلفية قومية يا أما خلفية شيوعية اشتراكية، مو صحيح؟ هذا اللي كان موجود. فطبقوا الاشتراكية والقومية بأسوأ تطبيق، وضافوا عليها الدكتاتورية، وضافوا عليها العسكراتية. لذلك منو بقى بالساحة العربية أو بالساحة الشرق الأوسط؟ منو بقى؟ بقى فقط الإسلام السياسي. لذلك رفع شعار الإسلام هو الحل، وهنا نمت الحركات الإسلامية كبديل للقوميين وكبديل للاشتراكيين والشيوعيين. وتعرف أنت شعوب الشرق الأوسط هي شعوب الشرق شعوب عاطفية. إجت الثورة الإيرانية بال79 نمت هذا الشعور وقوته، وأصبحت الشعوب كلها لا صوت يعلو على صوت الأحزاب الإسلام السياسي. فهي مو أنه والله عملية مبرمجة وصنعت في مختبرات، لا، هي تسلسل طبيعي أنه كل الانقلابيين جاءوا من خلفية يا أما اشتراكية شيوعية يا أما قومية.